أولادنا نحبوهم، محبتنا ولهوتنا بيهم في السنين الأولى يخليهم يكبروا متوازنين. كيف يوصل صغيرنا عمره 3 سنين نهزوه للروضة، هكا يزيد ينمى ويكبر وتقوى شخصيته ويتعرف على محيطه. لينا شقاولك؟ مش وقايت كان اختاروا روضة باهية ونظيفة يكونوا فيها المربين المتكونين. مهم إنه الوالدين يختاروا روضة تتوفر فيها كل الظروف اللي تساعد على النمو السليم للصغير، مربين مختصين يطبقوا في البرامج الرسمية، وسلامة الصغير فيها مضمونة. شنو برامجكم؟ برامجنا مدروسة وتتماشى مع عمر الصغير. روضتنا تخضع للمراقبة والتفقد. نجم نشوف الروضة؟ بالطبيعة مدام، تفضل. مرسي. الوالدين ينجموا يزورونا في كل وقت. هذه اتفاقية طبيب، وهذا النظام الداخلي ووصل الإيداع وشهادة التأمين. صغير معانا يلعب ويتعلم وسلامته مضمونة. أولادنا قد ما نحبوهم قد ما نردوا بالنا عليهم. مين عباني لي مين؟ بام بام.